أهلا بكم متابعي جنوتوكس. سأجرب الذكاء الاصطناعي وأطرح عليه بعض الأسئلة حول نظام جنو لينكس ونرى مدى دقة إجاباته وهل هي مفيدة بشكل كافي للاعتماد عليها. بعد إلقاء التحية عليه طلبت منه أن أو ذكرت له أن لدي بعض الأسئلة حول نظام جنو لينكس. أجابني: أطلب منك التحدث باللغة الإنجليزية وسأحاول أن أجيب عن أسئلتك في الحد الأقصى من الدقة. هل يمكنك تحديد ما هي الأسئلة التي تترغب في طرحها؟ قلت له: سأتحدث معك باللغة العربية. قال لي: حسنا، سأحاول أن أفهم ما ترغب في السؤال عنه. لا تتردد في التحدث إلي في حال كان هناك أي أسئلة أو استفسارات أخرى، اسألني ما تريد. فقلت له: أنا مستخدم نظام ويندوز وأود الانتقال إلى نظام جنو لينكس، هل تنصحني بذلك؟ فأجاب: هناك العديد من الخيارات في نظام التشغيل أو في نظم التشغيل التي يمكن استعمالها، ويعتمد على متطلباتك وإعداداتك الشخصية ما هي الخيارات الأفضل. لينكس هو نظام التشغيل مفتوح المصدر ويعد من أفضل الخيارات في العديد من الأحيان، ويتميز بسهولة الاستعمال والتخصيص العالي. لينكس يدعم العديد من الأنظمة الأخرى، هنا طبعا يقصد النواة أيضا، ويعد من الخيارات الممتازة إذا كنت ترغب في التخطيط أو البرمجة. على الرغم من ذلك، فإن لينكس قد لا يكون الخيار الأفضل لك إذا كنت تعتمد على بعض التطبيقات التي لا تدعم نظام التشغيل هذا. يجب التأكد من أن كل التطبيقات التي تستخدمها يمكن استعمالها في نظام لينكس قبل الانتقال إليه. للحصول على المعلومات أو للحصول على المزيد من المعلومات، يمكن التحقق من الموارد التي تتيح لك معرفة المزيد عن نظام التشغيل أو نظم التشغيل المختلفة وتقييم ما إذا كان نظام لينكس هو الخيار الأفضل لك. فقلت له: إن قررت الانتقال، ما هي التوزيعات التي ترشحها لي كمبتدئ؟ فأجاب: هناك العديد من التوزيعات لنظام لينكس التي يمكن استعمالها كنظام تشغيل للكمبيوتر الرئيسي. بعض التوزيعات الشائعة التي يمكن توصية المبتدئين هي توصيتها للمبتدئين هي أوبونتو. وأوبونتو هي توزيعة متوسطة المستوى التي تتميز بسهولة السهولة العالية والتي يمكن العثور عليها على العديد من المواقع. لينكس مينت أيضا هي توزيعة متوسطة المستوى التي يعد أنها أفضل خيار للمبتدئين، وذلك بسبب واجهة المستخدم السهلة التي يتميز بها. مانجارو هي توزيعة متوسطة مستوى التي يتميز بالسهولة العالية والتي تدعم أنظمة الوحدات الخاصة بالألعاب. فيدورا هي توزيعة متقدمة المستوى التي يعتمد على نظام العمل التعاوني، وبعد من الخيارات الجيدة للمبتدئين الذين يرغبون في التعامل والعمل في البيئة المطورة. على الرغم من أن هذه التوزيعة متوافقة مع المستخدمين المبتدئين، فإن هناك العديد من التوزيعات الأخرى التي يمكن الاستعانة بها، يمكن التحقق من مواقع توزيعات مختلفة للحصول على المزيد من المعلومات. قلت له: شكرا لك. عفوا، ليس من المهم شكري، أنا هنا لمساعدتك، فلا تتردد في السؤال عما يهمك في نظام لينكس، اسألني أي شيء يخطر على بالك. فقلت له: حسنا، أنا الآن قررت الانتقال إلى جنو لينكس، ما هي أهم البرامج التي تنصحني بها في العمل المكتبي وكصانع محتوى؟ فأجابني: هناك العديد من البرامج التي يمكن استعمالها في نظام لينكس للعمل المكتبي وصناعة المحتوى. بعض البرامج المفضلة التي يمكن توصيتها: ليبر أوفيس
هي مجموعة من البرامج المفتوحة المصدر للعمل المكتبي، والتي تتضمن برامج المستندات والمخططات والجداول والرسوم البيانية والعديد من المميزات الأخرى. GIMP هو برنامج تحرير الصور المفتوح المصدر، ويعد من البرامج الأفضل التي يمكن استعمالها في نظام لينكس. Inkscape هو برنامج للرسم المفتوح المصدر، التي يعد من الخيارات الجيدة للرسم وتحرير الصور الرقمية. KidinLive هو برنامج تحرير الفيديو المفتوح المصدر، الذي يعد من الخيارات الجيدة للعمل على فيديوهات المحتوى. على الرغم من هذه البرامج هي خيارات جيدة، فإنه يمكن العثور على العديد من البرامج الأخرى التي يمكن استعمالها في نظام لينكس، ويمكن التحقق من المواقع المختلفة للحصول على المزيد من المعلومات حول البرامج المتوفرة، وتقييم ما إذا كان لم يكمل هنا الجملة. وتقريبا الجملة الأخيرة يكررها أن هناك خيارات أخرى أو معلومات أخرى يمكنك البحث عنها عبر الإنترنت. فقلت له: حسنا، الآن أود منك أن ترشح لي برنامج حرق التوزيع على التي اخترتها على مفتاح الذاكرة الخارجي. قال لي: هناك العديد من البرامج المتوفرة التي يمكن استعمالها لحرق التوزيعات التي اخترتها على مفتاح الذاكرة الخارجي. بعض الخيارات الشائعة التي يمكن توصيتها: ريفيوز، وهو برنامج مجاني مفتوح المصدر الذي يمكن استعماله لحرق التوزيعات في نظام ويندوز ولينكس. يتميز بسهولة الاستعمال ويدعم العديد من الشكلات المختلفة. يونت بوتين هو برنامج مجاني مفتوح المصدر الذي يمكن استعماله لحرق التوزيعات في نظام ويندوز ولينكس. يتميز بسهولة الاستعمال ويدعم العديد من التشكيلات المختلفة. عبارة لم استصيغها ولا أعرف ماذا يعني بها. استرسل قائلا: على الرغم من أن هذه البرامج هي خيارات جيدة، فإنه يمكن العثور على العديد من البرامج الأخرى التي يمكن استعمالها. عبارة يكررها، يعني كل نهاية اقتراحات يكرر هذه العبارة. فأجبته: هناك برنامج اسمه فينتوي، يقال أنه ممتاز في جعل مفتاح الذاكرة الخارجي قابل للإقلاع مع إمكانية الاحتفاظ بملفاتك في آن واحد. هل هذا صحيح؟ فأجاب: فينتوي، كتبها بالأحرف اللاتينية أيضا رغم أني لم أكتبها في المرة الأولى. فاسترسل قائلا: هو برنامج مجاني مفتوح المصدر الذي يعد من الخيارات الجيدة لجعل مفتاح الذاكرة الخارجي قابل للإقلاع مع إمكانية الاحتفاظ بالملفات في آن واحد. أكرر جملتي، أخذ اقتباس من جملتي التي كانت في السؤال وعاد صياغتها في جملتي. واسترسل قائلا: يتيح فينتوي إدارة التوزيعات التي ترغب في تثبيتها على مفتاح الذاكرة الخارجي وتشغيلها من القرص الصلب. على الرغم من أن فينتوي هو خيار جيد، فكان يريد إعادة إكمال الجملة المعهودة في آخر أي اقتراح أو أي جملة أن هناك خيارات أخرى يمكن الإطلاع عليها. فكان سؤالي أخير: هل سأحتاج مضاد فيروسات على نظام الجديد؟ فقال: لا يلزم الحصول على مضاد فيروسات في نظام لينكس الجديد. نظام لينكس يتميز بأمان متقدم وأداء جيد، وليس فيه نفس مشاكل الأمان التي يواجهها نظام ويندوز، وفي الحد من نشر البرامج الضارة والفيروسات. على الرغم من ذلك، فإنه من الممكن أن يتم تطبيق مضاد فيروسات في نظام لينكس للحد من نشر البرامج الضارة والفيروسات. على المستخدمين التقيد بممارسات الأمان الجيدة والتحقق من التطبيقات المطلوب تثبيتها قبل التثبيت، وتحديد ما إذا كان مضاد فيروسات هو خيار أفضل للمستخدم. فأنهيت جملتي بالشكر حول أجوبته التي كانت مقبولة إلى حد كبير، وكنت راضي عن إجاباته بنسبة 80 إلى 85%. كانت هذه تجربة بسيطة حول الذكاء الاصطناعي وطريقة إجاباته ونوعية الإجابات واستجابته مع الأسئلة. أتمنى أن تكون الحلقة قد أفادتكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.